سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ازيكم يا رجاله؟ عاملين ايه؟ معكم مستر احمد، واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده يا جدعان هنلعب رانكد جيم كاتارينا. يا رب الجيم ده يكون حلو، تعمل فيه بليز، اوريكم فيه شويه ميكانيكس. انا بقى لي فتره بلعب بكاتارينا ومركز فيها دلوقتي، فعايز اطلع لكم شويه ميكانيكس حلوه ان شاء الله، وفيديو يبقى جميل. قبل ما نبتدي الفيديو يا جدعان، يا ريت توصلوا الفيديو ده 1500 لايك عشان تشجعوني انزل لكم فيديوهات بالكميه الكبيره كنا بننزلها زمان. في 200 دولار ار بي جي فاي، لو مشتركتش فيهم الحق اشترك من اللينك اللي تحت في الديسكريبشن. ويلا بينا نبتدي الفيديو يا رجاله. كاتارينا قدامنا، زاك، ياسو، تويستد فيت، تريستانا، براند. فده يعتبر يعني ايه؟ يعتبر الموضوع صعب، مش سهل خالص، يعني يعتبر معظمهم بيوقفوا للالتيميت اذا ما كانش كلهم. فالدخله اللي هنخشها لازم تكون صح بنسبه 110%، وتكون دخله ديدلي من الاخر. يعني احنا مش هنعرف هنا نجيب اي حاجه تانك، هنحاول على قد ما نقدر نروح فول اي بي وما نموتش خالص قدام ياسو. لو عرفنا نكايتو او نجيب كل الموضوع حلو، ما عرفناش خلاص اتس اوكي، نستنى التيم بتاعنا. طيب اوكي، قدامنا تويستد فيت وياسو في التوب لين. انا قلت لكازكس يا كازكس ارجوك لو تقدر خد حاجه بتعمل سي سي، وكان رده، انا محترم رده بصراحه، يعني قال لي انا العب باللي بعرف العب بيه احسن. مش هقدر اخش كده، اقدر اخش اوكي، بوشن اول بوشن يا ابني. المليونات دي ضيع عليهم الوقت او ضيع عليهم المينز ايا كان. يا هذا بالكل محترمه دي، محترمه ان شاء الله. عندي لاج يا جدعان، تعالوا. عندي باكت لص والله العظيم، غريبه يا جدعان. يعني لو بتشوفوا انا ببينج وببينج بعديها بفتره، بس الكوتا خلصت فصباح الفل. يعني الكوتا بتخلص في اول 10 ايام. انا عايزين ننزلوا يا جدعان سرعات جديده، طبعا ما نزلتش ولا هتنزل ان احنا ما عندناش بنيه تحتيه للكلام ده. عايزين ننزلوا سرعات جديده وبكوتا 200 جيجا وكلام فاضي زي ده. تخيل انت عندك سرعه 100 ميجا، ده لو وصلت، لو وصل منها 50 اساسا، والكوتا بتاعتك 100 جيجا، يعني يا فرحتك. بص بص يا جدعان المينينز، بص المينينز تسمع فيها الدمج بعد كام ثانيه. حفله في البوتلين. طيب نقدر نخطف العيال دي ان شاء الله. طيب كنت مستنيه والله يضربها، بس في عمل فلاش في اول ست. ناخد بقى احنا كده الانفيرنال ده. نايس، سولت بيلدر برضه يا جدعان. الموضوع محتاج ممارسه، يعني انا لما سبت كاتارينا فتره كبيره جيت العب بيها تاني ما كنتش عارف العب. حلوه دي، حلوه دي، كلين قوي، كانت كلين قوي. يلا يا كازكس اعمل حاجه بالله عليك يا كازكس. اوكي نايس، الدم برضه اتحط هنا، هنساعده في ام الفارم ده. زك 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 موجود، زك موجود وهيخش. كير كير، اوه ماي جاد. نايس. طيب جيم صعب، جيم صعب قوي، بالذات ان زك حلو جدا. اوكي زك اهو، ايه وتصبر. فين؟
اوكي شغالين شغل حلو. اقدر اكاري ممكن، ممكن لو الفريق اللي معايا ما استسلمش. مش هينفع. نايس، ويل بلايد ويل بلايد. اعرف اعمل حاجه خالص. لو وقفت هموت، لو وقفت هتعمل عليا كومبو محترم وهموت. بص محتاجين الفريق كله يبقى موجود يعني. يا رب نلحق. هنلحق هنلحق ان شاء الله. ايه ايه ده، انا ايه اللي رجعني تاني؟ او ماي جاد. ايزي جيم. انا مش عارف انا ازاي رجعت تاني يا جماعه، كان قصدي نط عليه هو. وات ايفر. حلو نايس جود جود جيم ونايس بلاي. ان شاء الله نقدر نكسب كده. معانا ادفانتج حلو. كازاكسين غلطان ان هو بياخد الجنجل بتاعهم، المفروض يخش معانا، المفروض يخش معانا. بص البوكا يا جدعان، دامج عالي جدا. اوعى تموت يا اريليا. خلينا نرجع نجيب الزونيا، هنرجع نجيب الزوني ان شاء الله، وممكن نخش في الديسك اب على طول عشان نبقى ديدلي على قد ما نقدر. زي ما قلت لكم مش هينفع خالص ان احنا نعمل اي حاجه من البلدات اللي فيها شويه هيلث. ما اعتقدش ان انا محتاج البلدات اللي هي فول هيلث. ايه البلد الفول هيلث لو بتسال عليه؟ هنجيب الوش ده، وهنجيب السكيبتر، ونجيب الايتمات الجديده اللي هي مش والله ما بعرف احفظ اسامي الايتمات اللي هي دي. طيب خلينا بس نركز في اللي بيحصل دلوقتي. لازم نجري. الصناعة دي كانت لازم تيجي صح. ايه يا جدعان الدمج ده يا جدعان؟ ايه يا جدعان الدمج ده يا جدعان؟ ارجع. لا يخش، هيبقى مجنون لو دخل. تعال. ايه؟ عمل فلاش؟ حلو الكلام قوي. كير 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 كير. البوزيشن بتاعنا مش حلو. لو الواد ده لبسنا كيو صح ممكن يعمل فلاش في كيو. تاني 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 تاني. شت. او ماي جاد، بوظت الكومبو، بوظت الكومبو. كان معايا زونيا. مس بلاي كبيره مني قوي، مس بلاي كبيره مني جدا جدا جدا. بوم. نايس. عاش يا رجاله. ويل بلاي. دي حقيقه انا بوظت الكومبو. فكرت ان انا هعمل حاجه بسرعه جدا. كنت بسبام الاي على اساس ان انا خدت الدجر، وانا كنتش لسه خدت الدجر. فانا بوظت الكومبو بتاعي. مش مشكله، خلينا نروح للدراجون نحاول ناخد شويه الفارم دول. انا بالنسبه لي احسن صراحه، هيظبطوني يعني. لا مؤاخذه يا فين. مؤاخذه يا فين، انا اسف. مؤاخذه يا فين. انا زعلان والله عشان فين مش مفرمه كويس بسببنا او بسبب البوش اللي عليها. بس يعني اوكي ارجع معيش اي حاجه تاني. عاش والله، عاش. ويلدن ويلدن. اعتقد احنا المفروض ناخد انهبيتر بقى، المفروض ناخد انهبيتر عشان نلحق نبرم بالسنة ده. بس نلحق ناخد انهبيتر ايزي، بالذات كمان انا بخش كويس. ممكن ناخد برن. مش عارف بارون ولا مش عارف، اختار صعب قوي 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 يعني. نرجع معانا للديسكاب. بصوا يا جدعان، من 371 ابيليتي. اوه جي جي، ليتس جو. طيب
طيب جيم جميل والله يا جدعان، والله جيم حلو جدا 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 يعني. يعني دي الفكره اللي الناس مش قادره تفهمها، لما بتكون في كاترينا كويسه وناس فاهمه كاترينا بتشتغل ازاي وفاهمه ان انت لازم تفتح لها الفايت الاول، ده اللي بيخلي كاترينا تظهر فعلا. عشان كده في الهاي إلو كاترينا صعب جدا يتلعب بيها، لان الناس فاهمه الانمي تيم فاهم كاترينا شغال ازاي، وكلهم بيوقفوه يعني كلهم مركزين ان هو يقف، لو وقف التيم بتاعه خلاص اتحط عليه. فالفريق اللي معايا كان عامل لي سي سي حلو جدا، كان بيفتح لي فايت كويس جدا جدا، عشان كده الجيم طلع بالمنظر ده. طب يا رجاله لغايه هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، رب الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، خش على الديسكورد سيرفر تعملوا لايك على الفيسبوك بيج، نقدر نوصل يا جدعان 1500 لايك عشان تشجعوني انزل لكم فيديوهات بالكميه الكبيره اللي كنا بننزلها زمان، بتفرق معايا جدا جدا معنويا يا جدعان فوق ما تتخيلوا. يا ريت يا جدعان حتى نعدي ال 1500 لايك، شكرا جدا جدا لكل واحد بيدعمني بيقف معايا وبيساعدني، وانا والله بحبكم جدا جدا يا جدعان، يعني الحب متبادل من القلب للقلب، ربنا يخليكم ليا يا جدعان. اللي ما دخلش الجيف اوي عاملين $200 ار بي جيف اوي لاربعه فائزين، كل فائز هياخد $50 ار بي جيف اوي، لينك الجيف اوي تحت في الديسكربشن. لغايه هنا نكون خلصنا الفيديو، الفيديو جديد ان شاء الله، كان معكم مستر احمد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.